هنا الآن مع الأسرة المسلمة مع الدكتور أبو الفتوح عقل. والرحمة الغراء بالخيرات تأتينا. الأسرة في ظل الإسلام عدل ورخاء وسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا طاهرا دائما أبدا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بين السماوات والأرض وملء ما يشاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تطمئن بها القلوب وتغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب، ونلقى عليها علام الغيوب يوم القيامة وهو راض عنا أجمعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمداً عبد الله ورسوله، نشهد لك يا سيدي يا رسول الله بأنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة، وكشف الله بك الغمة، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم صل عليهم وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، في حلقة متميزة قد لا تكون متميزة من حيث الأداء، لكن الموضوع متميز، فإذ كان يوم السبت الماضي يوما تاريخيا لن ينساه أبدا هذا الشعب. كان يوم فرحة، كان يوم فرحة لأننا راهنا على هذا الشعب، وكان عند حسن الظن، حتى إن التقارير القادمة من الخارج أبدت إعجابا بالطوابير منقطع النظير. كان مشهدا عظيما، وصدق الشعب وصدقت كلمته، وكانوا في مستوى الموقف وفي مستوى الظرف الذي تمر به مصر. أقدم لكم أحبتي خالص التهنئة، لا أخص بها الذين قالوا نعم وفقط، وإنما أقدمها لكل أبناء هذا الشعب الذين أشرفوا وإياهم بالعيش على أرضه الكريمة. أقدم التهنئة لكم وأقدم الشكر كذلك، فلقد دللتم على ذكاء نادر وإحساس عالٍ توقعته والله والحمد لله، توقعته. ولذلك عندما كنت أشاهد المؤتمرات المضادة ما فزعت أبدا، وكنت مطمئنا أن أبناء مصر سيكون
الظن وقد كانوا. لهذا أشكر كل رجل سعى وانتظر ووقف في الطابور وهو بحيه الراس وسيدلي بشهادة طلبت منه، ويعلم أن بلده الحبيب هو الذي فرض عليه ذلك، وأن مستقبل هذا البلد هو الذي أملى على ضميره أن يتحرك وأن يحرك أبناءه وأهل بيته. فخرجوا جميعا وقالوها لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا جميعا أبناء مصر، جزيتم خيرا على كل خطوة خطوتموها في سبيل الله في ذلك اليوم، وكشفتم عن من معدن أصيل وعن حضارة، وبان لكل ذي عينين بان له أن هذا الشعب عند الشدائد يظهر معدنه الأصيل وتظهر خصائص الأصالة التي يتميز بها وخصائص الحضارة التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ. كان من المهم أن أبدأ هذا اللقاء مهنئاً ومباركاً وشاكراً. وأما بطاقة الشكر الثانية فإني أقدمها للبواسل الأكارم من أبناء الجيش المصري، ضباطاً وصف ضباط وجنوداً. أقدم لكم أبناء الأعزاء وإخوة الكرام باسم قناة الرحمة الفضائية، أقدم لكم خالص الشكر والعرفان، فقد دللتم كذلك على الأصالة والعراقة التي يسم بها شعبكم المبارك والعائلات الكريمة التي تنتمون إليها. شاهدناكم وأنتم تساعدون كبار السن وتأخذون بأيديهم برفق ولين وعاطفة واضحة. الله يعلم كيف كانت هذه المشاهد التي حملتها أجهزة الإعلام، فرآها أبناء مصر، منا من رآها بعينيه ومنا من رآها في الصحف وفي الفضائيات. أشكركم شكرا جزيلا، وأؤكد في ذات الوقت أننا كنا نتوقع ذلك منكم، كنا نتوقع ذلك من أبطال أكتوبر، من أبطال العاشر من رمضان، الذين سجلوا ملحمة تاريخية غيرت مجرى التاريخ في هذه المنطقة. نعم، وبدأ العالم يحني رأسه إعجابا واحتراما لذلك الشعب العظيم. كنا نتوقع منكم ذلك، وكنتم عند حسن الظن وأخر استفتاء منظما منضبطا نزيها بشهادة الأجانب قبل المصريين. مهما قيل وما قيل يقال دائما، حتى في كل دول العالم عندما تجري انتخابات أو استفتاءات. مرة أخرى للضباط والصف والجنود
ومن قناة الرحمة واسم علمائها وإدارتها والعاملين من الفنيين، أقدم الشكر والتوقير والتقدير لأبناء مصر البواسل، ونأمل في المستقبل، نأمل التعاون المشهود لكم، نأمل إن شاء الله أن تواكبوا مسيرة التقدم والتنمية، ولديكم ما تستطيعون أن تقدموه في مجالات التنمية والبناء والتعمير، وأنا والله أتابع إنجازاتكم العمرانية التي تتم على أعلى المستويات الحضارية، تتم بإخلاص. هذا الذي يميز ما تقدمونه لأمكم وأمنا جميعا مصر، فجزاكم الله خيرا. وأما بطاقة الشكر الثالثة فهي لشرطة مصر العظيمة التي أدت واجبها على أكمل وجه، وكانت سندا قويا لإخوانها في الجيش المصري. شاهدنا بأعيننا ضابطا أو شرطيا يمسك بساعد العجوز الأيمن، وفي المقابل وفي الناحية الثانية نرى أيضا ضابطا أو جنديا من الجيش ممسكا بساعد العجوز الأيمن، وكلاهما يساعده للإدلاء بصوته ثم يصحبه خارج اللجنة حتى يستقل سيارته. ما هذه المشاهد الجميلة! على كل، أنا لست مندهشا لذلك، والله يعلم أنني كنت أتوقع ذلك منكم، وهذا هو العهد بكم. فجزى الله شرطة مصر، حراس الأمن الذين نعول عليهم الآلة الكبيرة في المستقبل القادم، آمال الأمن والأمان. ويغفر الله عز وجل لكل شرطي مخلص من أبناء الوطن يسقط شهيدا بنيران الغدر، يرحمه الله ويسكنه منازل الصديقين والشهداء والصالحين. اعلموا أبناء الشرطة بأن دماءكم الطاهرة مسكنها جنة عرضها السماوات والأرض، أعدها ربنا للمتقين وللشهداء والصالحين، ونحسبكم كذلك على خير، ونأمل إن شاء الله الخير كله على أيديكم وسواعدكم الفتية. شكر الله لكم، وجزيتم عن مصر خير الجزاء، ودائما إلى الأمام. وأستطيع أن أقول وأنا مطمئن، لقد ظهر في الشهور الأخيرة، ظهر أثر جهودكم واضحا، واستقرت الأمور إلى حد كبير، وهذا بفضل جهودكم التي يعرفها الشعب لكم. واعلموا أحبتي أن الله تبارك وتعالى هو القادر أن يكافئكم على جهودكم المخلصة، فاعملوا لله، اعملوا لله، وربكم يرصد لكم كل ما تقدمون من أعمال الخير والبر والشهامة والحتى الشهامة.
الجهاد في سبيل الله كل ذلك في ميزان حسناتكم إن شاء الله. أما أجهزة الإعلام فأشكر كذلك منها من تابع ونقل الحدث بأمانة وحياد كامل. أشكر من أجهزة الإعلام من كانوا يستهدفون المصلحة العليا. أشكر منهم المخلصين الذين ظهرت الفرحة واضحة في وجوههم وهم يتابعون وينقلون الأحداث بصدق وإخلاص. أشكر منهم الأمناء الذين جعلوا عملهم لله ونقلوا بأمانة وحياد كامل واستشعروا حجم الأمانة والمهمة الملقاة على عواتقهم، فكانوا عند الحدث وكانوا في مستوى الموقف وشمروا عن سواعد الجد بمهنية عالية وإخلاص واضح، وقد ظهر ذلك واضحا في قسمات الوجوه المنيرة والمستبشرة. أخص بالشكر منهم من تلقينا أداءهم باطمئنان الكامل وسعادة غامرة، واعلموا أن ما يقدم لله تبارك وتعالى بإخلاص يصل مباشرة إلى نفوس وقلوب القراء. يردد شيخنا فضيلة الدكتور محمد حسان: شعب ذكي عبقري المعي. يحلو لفضيلته كثيرا أن يصف شعبنا العظيم بهذه الصفات، أنه ذكي وعبقري والمعي، وقد ظهر ذلك بوضوح كامل في يوم السبت وفي السبت الذي سبقه في منتصف شهر ديسمبر في يوم 15 من هذا الشهر. ثم بعد ذلك ظهر أيضا بوضوح في يوم 22 من شهر ديسمبر لعام 2012. فأشكر أجهزة الإعلام المخلصة، وأشكر الإعلاميين المحترمين الحريصين على أداء الأمانة. نعم والله إنها لأمانة، وأمانة خطيرة. عندما يعهد إليك ربك الكريم بصحيفة أو بساعة في إحدى الفضائيات، عندما يعهد إليك الشعب ويثق بك ويمنحك هذه الأمانة لتوجه الناس ولتنصح للناس ولتأخذ بأيدي شباب هذا البلد، نعم إنها أمانة وأمانة عظيمة. فكونوا في مستواها وكونوا أهلاً لهذه الأمانة. ويا كل من يستشعر في نفسه أنه لم يؤدي الأداء المطلوب وكان مغرضاً في أدائه،
وأدى بغير الإخلاص المعروف، أقول لكم لن نغلق الباب في وجوهكم، فأنتم أبناؤنا وأنتم إخواتنا وأنتم شركاؤنا على هذه الأرض ولكم كامل الحقوق، ولكن اتقوا الله في أبناء هذا الشعب. لا تتعمدوا أبداً أن تزيفوا الحقائق، لا تتعمدوا أبداً أن تضللوا أبناء الشعب، واعلموا بأنه أذكى مما تتصورون. نعم، أذكى مما تتصورون. الفرصة بعد كل الذي جرى ومنذ بداية الثورة إلى يومنا هذا، الفرصة لا تزال متاحة أمام أبناء كل المصريين من الإعلاميين ومن غير الإعلاميين. الفرصة متاحة أمامكم، أقسم بالله، أقولها مخلصة وخالصة لوجه الله، أسماؤكم متداولة بين أبناء الشعب وعلى لسانه دائما في كل مكان. يقول أحدهم للآخر أمس، وسمعت ما قال على شاشة كذا فضائية كذا، كيف يفكرون، كيف يتحدثون باسم الشعب والشعب يعلم يقينا أنهم لا يتقون الله فيه. أقولها لله، ما يزال الموكب مستعدا يعني للحاق به، ما يزال موكب الحق وموكب التنمية وموكب العمل الجاد ما يزال قادرا على استيعابكم، فالحقوا به قبل فوات الأوان، الحقوا به، آثروا ما عند الله عز وجل ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. كل عمود في صحيفة احرصوا أن يكون لله، لا تحقروا أحدا من أبناء شعبكم، لا تحقروه، لا تتخابثوا في وصفه بكذا وكذا، لا يليق لكم. أسماء أصبحت معلومة لدى كل فئات المجتمع، احرصوا على هذه الأسماء أن تكون موضع ثقة واحترام ومحبة. أنتم تفرطون في ذلك، اسمحوا لي أنا أنقل إليكم الآن نبض المجالس ونبض الشوارع، أتجول هنا وهناك وأسمع من الناس. يعز علي كثيرا أن يوصف واحد منكم بصفة أنكرها فورا عليه وأغضب مما أسمع، وأنتم الذين تسببتم في ذلك. مدوا أيديكم بشهامة ومروءة لمصر الحبيبة. مصر تحتاج إلى كل سواعد أبنائها على هذه الأرض وفي هذه الأيام على وجه الخصوص. نعم، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وقلت لكم في الأسبوع الماضي البركة مع أكابركم، حديث نبوي مبارك وصحيح، البركة مع أكابركم، فاحترموا وأجلوا وقدروا ووقروا أكابركم. من أعظم صفات الشعب المتحضر أنه يوقر الكبير، يوقر الكبير.
والحمد لله الذي جعل لنا كبيرا وصل إلى الحكم بانتخاب شرعي وله حق الشرعية. أؤكد لحضراتكم من أهم خصائص الشعب المتحضر الذي يستحق التوقير والاحترام أنه يوقر كبيرة، وهذه أخلاق إسلامنا العظيم. نعم، ليس منا من لم يوقرنا أم صغيرنا ويعرف لعالمنا فضله. يا سلام، هذه أخلاق الإسلام. نعم، بعد أن من الله علينا برئيس منتخب في معركة شريفة نزيهة تعرفونها جميعا، شهد بها الأجنبي قبل أبناء هذا البلد، أحنا العالم رأسه لها تقديرا واحتراما. بعد أن من الله علينا وأصبحنا كغيرنا وقدم لنا وأكرمنا ربنا الكريم برئيس محترم ومنتخب ومتعلم إلى أعلى درجات العلم، وكلنا لا يرتاب فيه لحظة أنه يريد لهذا البلد خيرا ويريد أن ينهض به ويجتهد قدر الاستطاعة، يخطئ ويصيب شأنه في ذلك شأن كل البشر، قدموا الاحترام الكافي واتقوا الله عز وجل. هل تعلمون أن أساليب السخرية والاستهزاء التي وصلت إلى مدى منفر انعكست سلبا على أبنائنا من الشباب، وأصبح الشباب الآن متمردا. طبعا لا أقول أصبح كل الشباب، لكن شريحة بعينها تلك التي تهشم لها الحجارة وتوضع لها الخطط الهمجية، انعكس هذا الأسلوب الهمجي على أبناء الأسرة الآن، وأصبحت شريحة 17 وإلى 20 21 وربما أكثر، أصبحت شريحة متمردة على تقاليد الأسرة، وأتلقى يوميا استغاثات واضحة من الأسر، وكل يعاني ويقول كيف نتعامل معه يا شيخ. وأنا أقول بأمانة هذا ناتج عن الأساليب الهمجية التي مورست بها المظاهرات في الآونة الأخيرة، أو قولوا في السنتين الأخيرتين. وأنا أهيب بأجهزة الإعلام أن تبذل جهودا تربوية وأن تنصح لأبنائنا وأن تشارك في هذا العمل المهم. أحبتي في الله، سألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. سنعود بإذن الله. المسجد النبوي الشريف. الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول، والسلام يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول. الفرحة جائزة كبرى، عدنا بفضل الله والنصر، ما أبهى شرون يحفظنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحباب، كنت أتحدث إلى حضراتكم منذ قليل عن الضحية وعن المشكلة الكبرى
التي حدثت في البيت المصري في الآونة الأخيرة نتيجة الأحداث المعقدة التي مر بها الوطن، ما بين نصائح تقدم من السادة العلماء والدعاة ومن المدرسين ومن أساتذة الجامعة، نصائح تقدم لأبنائنا، وما بين اضطراب يقع في الشوارع والميادين عندما يجد أبناؤنا أنفسهم موجهين. الله أعلم كيف يوجهون، المهم يستقطبهم من يجيدون هذا العمل ويدفعونهم للتخريب ولرمي الحجارة ولترديد الشعارات المضللة للشباب. وقع التناقض بوضوح بين ما يشاهدون وبين ما ينصحون به، والضحية هم يعانون الآن اضطرابا فكريا وفقدانا للثقة في الموجهين والكبار، والأمور لديهم مضطربة ويحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم ويعيد الثقة إليهم في نفوسهم أولا وفي أسرتهم وفي قياداتهم التعليمية وفي القيادات التربوية الدعوية. يحتاجون إلى جهود عظيمة حتى يبرأوا من هذه المشاعر المتلاطمة المتضاربة التي تموج بها أنفسهم نتيجة الأحداث الجسيمة التي تابعتموها وشاهدتموها. لذلك أقول لإخواني ولكل العاملين في مجال شرف الكلمة ولكل القادرين على التوعية، أقول لهم وكذلك أنتم يا من استأمنكم الشعب على أمانة الكلمة المرئية والمقروءة والمسموعة، أقول لكم اتقوا الله في الناشئة. لو جلستم معهم الآن وتحاورتم معهم كما نجالسهم في الجامعة وفي غير الجامعة ونتحاور، ستصدمون بفكر مضطرب، ستصدمون بما تسمعون، وبالذات عندما تسمعون منهم أنهم فقدوا الثقة وما عادوا يعرفون أي الفريقين على الحق، نتيجة الشحن القوي الذي تعرضوا له ونتيجة البرامج المضللة التي يشاهدون ونتيجة صفحات الفيسبوك وكل قنوات التواصل الاجتماعي الذي تعرفون. يسهر الولد سهرة قد تمتد إلى الفجر أو ما قبل الفجر بقليل حتى لا يتورط في سماع الأذان والفجر، يسهر وينام دون صلاة ويمتلئ رأسه بفكر كما قلت بفكر مضلل ربما قدم بعناية فائقة من جانب المختصين الذين لا يريدون له الخير. لذلك اسمحوا لي أن أقدم هذا الرجاء للجميع، أسرعوا وعالجوا شباب الأمة.
وقدموا له فقط ما يستفيد منه وما ينهض به وما يدفع به إلى الفضيلة وما يدفع به إلى باب المسجد. اتقوا الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وللكلمة شرف، فاحرصوا على هذا الشرف. للكلمة شرف، فاحرصوا على شرف الكلمة، وإلا فإن الشعب قد صوت للفضيلة وصوت لنظام الحكم الحالي وصوت للدستور بما يحمله الدستور الجديد من قيم عظيمة وجهود موفقة قد لا نتفق عليه، وهذا وارد، قد يكون فيه بعض الأمور وبعض البنود التي يراها كثيرون منا ليست في المستوى المطلوب أو تشكك أو تشكل ضررا في المستقبل. نحن نحترم هذا الرأي وذلك الفكر، ولكن الفرصة متاحة إن شاء الله للتغيير والتبديل والتحسين، لأن الدستور الذي نال ثقة الشعب ليس قرآنا من عند الله، وإن غدا لناظره قريب. نتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم يا شيخ. تفضلي يا سيدة الكريمة. جزاكم عنا خيرا. اللهم أمين. والله يا شيخ نحن مسلمين في بلاد الغربة، أنا لست مصري والحمد لله، مصر بلدي الثاني. نعم. والله يا شيخ نحن نعيش في كربة، كل ما يجري في مصر. بارك الله فيك. وندعو 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 والحمد لله نحن مع مصر، وندعو للرئيس وندعو لكل الشيوخ ولكل الشعب المحترم الذي يريد الوطن ويدافع عن وطنه. والحمد لله يا شيخ نحن نحن نعيش في آخر الزمان. الله سبحانه وتعالى فضح كل الناس المنافقين، حتى الناس العاديين فضحوا، ليس الناس السياسيين بل أضعفوا الإيمان، الناس الذين يعيشون حولنا فضحوا، والحمد لله هذا من أحسن الأشياء. نعم. لأننا نعيش في كربة، وأنا أدعو لكل المصريين أن يتحدوا، وأنا أدعو بصلاتي وحتى أبناء الصغار، لأني في حرقة، أدعو لكل من يريد يشتت الوطن ويشتت المسلمين عن بعضهم البعض. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حتى أبنائي يدعو معي، وإن الله بالمرصاد. شكر الله لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الاتصال من أخت كريمة عربية مسلمة، عبر بإخلاص واضح عن مشاعر المحبة الصادقة تجاه الشعب المصري الذي يكن لأبناء العروبة ولأبناء الإسلام كل مشاعر المودة والمحبة. ووالله يا سيدة الكريمة ويا ابنتي الفاضلة، إن الشعب المصري يكن لكم ولكل أبناء المسلمين والعرب في المعمورة، يكن لكم أصدق المشاعر الأخوية ويريد لكم الخير كله. هل رأيتم إخواني الأعزاء أن هذه السيدة الفاضلة تعيش معنا ويعيش إخوانها ويعيش أبناء العروبة والمسلمون، عاشوا معنا التجربة، تجربة الاستفتاء، عاشوها بكل المشاعر، وظهر في ليلة في اليوم السادس، يوم 15 في الليل ويوم 22 من ديسمبر أيضا في الليل، سهروا معنا وتابعوا ما يجري عندنا وتابعوا تجربتنا النزيهة المحترمة. سمعتم ذلك، إننا وبكل مشاعر المودة
نشكر أبناء العروبة جميعا على مشاعرهم الطيبة، ونتلقى أيضا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الله يكرمك يا حبيبي. لو سمحت يا عم الشيخ عندي سؤال. اتفضل. انا امبارح كنت ماشي فلقيت لي غيث عايش على الارض. واحد قالت لي ده نعم 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 اتفضل. وفواحدة من البلكونة قالت لي ده وقع من على واحد من العجلة، فقعدت ادور عليه ما لقيتوش. نعم. فكده حرام عليا؟ ان اذا كنت يعني عرفت الرجل الذي سقط منه الرغيف في هذا الوقت وبسرعة وبدون عناء فقدمه له، ماشي؟ فإذا يعني لم تجده كله هنيئا مريئا إن شاء الله، فإن ظهر لك صاحبه بعدها مثلا من الممكن أن تقدم له ثمن هذا الرغيف. شكرا لك يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بيك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. اللهم اجعلنا لا نلتفت إلى الوراء حتى نلحق بالعمل والجدية والنشاط برب الدول المتقدمة بمنهاج رب العالمين. عايز أقول بفضل الله، يقول جل في علاه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يقول جل في علاه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأنا واحدة من النساء ولا أخرج من بيتي إلا للضرورة القصوى، فأنا بفضل الله من المكسورات المكنونات في بيوتهن، ولكني خرجت لأقول نعم للدستور، ودعوت قبل الخروج بي: اللهم إني أسألك خير ما سأذهب إليه وأعوذ بك من شره. اللهم بارك في صوتي واجعله مليون أو أكثر، والله يضاعف لمن يشاء. اللهم اجعلني مليونية وحدي. ورتبت أمري على أن أستغرق ساعتين نظرا للازدحام أو لأي عواقب أخرى، لكن بفضل الله الأمر لم يستغرق أكثر من 10 دقائق. والحق يقال: ما فات وإن كان عسير فقد كان بفضل الله يسير. وحان الوقت بهمة ونشاط وإتقان وصبر وتبوح وبحسن الظن بالله وعدم اليأس. فنحن أمة الحديث صلى الله عليه وسلم نأخذ بالأسباب ونتوكل ولا نتواكل، واضعين في الاعتبار أن الأسباب لا تنفعل إلا بأمر من ربها، فالركون عليها وحدها لا يكفي. وكل يعمل في موقعه من الأعلى إلى الأدنى، وكلنا نتكامل ولا يغني جزء عن كل، تاركين معيار الفضل والتفاضل والتقوى والخيرية لرب البرية. فهيا إلى العمل، هيا لبناء مصر قوية. يقول جل في علاه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ويقول الحبيب: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. والآيات والأحاديث أكثر من أن تحصر، فهيا إلى العمل هيا. وألف ألف مبروك لمصر. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا. تفضل يا إبراهيم من الأردن الشقيق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخنا العزيز؟ أكرمك الله يا أخي وبارك الله لك. نشهد الله لأننا نحبكم في الله، أنت والشيخ محمد حسان والناس الأفاضل، كل مشايخ الرحمة والناس، كل المشايخ طيبين، نسأل الله أن يبارك لهم. تفضل. الله يكرمك. والله أنا أسعى علينا أن حد يسب الرئيس ويسب الناس، يعني انتوا بتسمعوهم؟ يعني والله يعني كلامك ده بصراحه يعني كلام طيب بصراحه، واحنا زعلانين جدا يعني ازاي ناس يسب الرئيس يعني والكلام ده. يا سيدي الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يعني كل من آذى الانتاج يزيد والكلام ده، يعني لان سامعين الاقتصاد مضروب في مصر وكده، عايزين الناس تعمل بقى يعني عشان الاقتصاد بتاعنا يترفع فوق. يعني على كل حال ليتهم يستمعون إليك ويستمعون إلى هذه المداخلات من جانب الشعب المصري الواعي الذكي. نسأل الله أن يهديهم إلى الطريق المستقيم، اللهم آمين.
ألف باء الديمقراطية ماشي ما يجراش حاجة. ألف باء الديمقراطية أن الجميع على اختلاف المشارب والاتجاهات والتيارات، ألف باء الديمقراطية يلزم الجميع أن يسلموا بالانتخاب والاستفتاء الحر المباشر النزيه الذي أشرف عليه القضاء، ده ألف باء. وكنت أتصور، وهذه والله أعترف بها، كنت أتصور أن النتيجة عندما تعلن نتيجة الاستفتاء أن الجميع سيبادر وسيعترف بالحق وسيؤيد هذا الحق وسيعلن عن فرحته بأن الاستفتاء المصري للمرة الأولى على الدستور أتى بما يقرب من نسبة 64% من الراضين الذين قالوا نعم. كنت أتصور أنهم سيبادرون وسيعترفون وسيحمدون الله الذي أوصلنا إلى هذا المستوى الراقي وتمت العملية بهذا المستوى المتحضر العالي، لكن للأسف خاب ظني فيهم. لنستمع إلى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. إزيك شيخان، الله يكرمك. أكرمك الله وبارك الله لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في ولي أمرنا وأن يوفقه إلى ما يحب ويرضى. اللهم أمين يا رب. اللهم وأن أمين. وأن يهدي جميع الشعب المصري إلى ما يحبه ويرضاه. اللهم أمين. لو سمحت يا شيخ، والله في سؤال ضروري، الله يكرمك. تفضل. يعني هل هناك فرق بين قول الرجل لزوجته أنت علي حرام كأمي وأختي، وبين قوله تحرمي علي زي أمي وأختي؟ أبدا، العبارتان تؤديان إلى معنى واحد وإلى حكم واحد، وهو الظهار. هو الظهار بأحكامه المعروف إن شاء الله. ونسأل الله أن ينزه ألسنة أبنائنا وأبناء المسلمين عن مثل هذه العبارات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك حضرتك؟ الله يكرمك يا ستي، الله يفتح عليك. أولا احنا من المنوفية. أهلا وسهلا بكم. بس احنا متابعين للدكتور مرسي. جميل. ماشي طبعا. ومعال كل شيخ في قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الحافظ فوق دماغتنا. تعيشي. ماشي. الله يفتح عليك. وبصراحة يعني كده احنا ميالين قوي للدكتور مرسي حقيقي. ده خلاص. ميالين له قوي قوي قوي، وان شاء الله. ده ربنا أكرمنا به وأهداه إلينا. ان شاء الله. نعم. ان شاء الله ان شاء الله. هيعدي بنا بر الأمان ان شاء الله. يعني انت ان شاء الله مطمئنة إلى ذلك. ان شاء الله بإذن وأنا الله. كذلك. فيه بقى أسأل عايز أقول لحضرتك عليه. تفضلي. واحدة أختي سلفتها واخدة منها الشقة بتاعتها. ولها عيل طير ملوش شقة. يعني بالإيجار واخدها منها بالإيجار. لا هو زي ما تقول مع بعض في بيت، بس يعني زي ما تقول تعدى عليهم أو حاجة زي كده. فهي كرهاهم قوي 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 قوي. طيب. وخايفة تخش القبر بإن تكره الناس دي قوي، لأن لها عيل طير من البيت بحاله. طيب ما انا اقول حاجه. ايوه. ايه المانع ان الناس الطيبين اللي حواليكوا من اصحاب الحكمه والراي، هتلاقي حواليك ناس طيبين جدا يقربوا النفوس ويجمعوهم ويقولوا للغلطان انت غلطان والمفروض الاسلام بيامرنا بكذا وكذا، في جلسه وديه كده عائليه ويحصل فيه تفاهم وانسجام وتصالح، افضل من الاصرار على الكراهيه والعداوه، لانه شيء بشع جدا أن يموت المسلم وهو على عداء وكراهية لأحد المسلمين، وبخاصة أنكم أقارب. يا ريت تجتهدوا في جلسة صلح إن شاء الله تصفي ما في النفوس، وإذا جلسنا مخلصين للتصالح إن شاء الله ستؤدي الجلسة إلى خير بإذن الله. هذا الذي أراه أفضل من الوضع القائم، وأسأل الله عز وجل مخلصا
أن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان الرجيم من بيننا. نصيحة لوجه الله أختتم بها هذا اللقاء، أقول لإخواني على يعني الذين لم يكونوا على مستوى مواكبة الموقف والظروف الراهنة، مصر الحبيبة يعني بلاش رئيس الجمهورية، بلاش رئيس الجمهورية، هنقول مصر وهو واحد والله يعمل، يعني لا أقولها، أنا أحسن الظن به وأفوض أمر سريرته لله عز وجل فهو به أعلم، لكنني والله أشعر بالخير القادم على يديه بإذن الله، وهذه شهادة ألقى بها ربي وأدين بها لله تبارك وتعالى. لكن أقول والله من أجل مصر العزيزة الحبيبة الكريمة التي تمر الآن بظروف حرجة للغاية، ولعلكم استمعتم إلى التقارير الاقتصادية التي تحذر وتقول نحن على شفا جرف، أسأل الله ألا نقع وألا ننهار. يا ناس يا ناس اتقوا الله، اتقوا الله عز وجل. والله كل من يعمل ضد هذا البلد ولا يعمل لله تبارك وتعالى ويؤدي واجبه بإخلاص بإخلاص ويعيش الظرف الخطير الذي نحياه، كل من يعمل كيدا ونفاقا ويريد أن يبث العداوة والفرقة بين أبناء هذا الشعب، كل من يعمل على هذا الأساس أحذره من غضب الله عز وجل، وأقول له لن ينسى التاريخ أبدا لكم أنكم لم تكونوا مع بلدكم ومع مصلحتها، لم تكونوا أبدا في المستوى المطلوب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن يؤلف بين قلوبنا جميعا، وأن يجعلنا على قلب رجل واحد، وأن يكتب لبلدنا الحبيب الأمن والأمان والسلم والسلام والرخاء والازدهار، وأن تعود مصر الحبيبة قوية عظيمة يرفرف عليها عالم الإسلام شامخا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.